ما قلت حضرتك وتفضلت انه احنا بنتكلم على 10 لاعبين ليهم تاريخ كبير، وهنستعرضهم مع حضراتكم. 10 لاعبين من المين كور للفريق، من اللعيبه اللي شايله. هنبتدي بديفيد لويز. ديفيد لويز لعب الانديه اللي لعب فيها قبل كده، لعب في تشيلسي، لعب في باريس سان جيرمان، لعب في ارسنال. انتوا شايفين الانديه التاريخ، وطبعا اللعيبه دي بتبقى وزي ما قلنا قبل كده بتبقى اعمارها السنيه اكبر شويه، لان هو بيرجع على البرازيل بيبقى خلاص سنه كبر شويه وخلاص هو راجع يختم حياته هناك. ولكن مش معنى انه راجع يختم حياته هناك في البرازيل ان هم خارج الخدمه، لا بالعكس. وانا على الشاشه مع حضراتكم اسامي طبعا اللاعبين: ديفيد لويز تشيلسي، باريس سان جيرمان، ارسنال، فيليب لويز اتلتيكو مدريد، تشيلسي، جيلميرو فاليرا فرانكفورت ومانشستر يونايتد، اريك بولجار فورنتينا وبولينيا، تياو ميلا ليل الفرنسي، جيرسون روما وفيرنتونا ومارسيليا. وعندنا كمان باقي اللاعبين دول يمكن سته، هنستعرض مع حضراتكم الباقي، باقي اللاعبين الاربعه الباقيين. ارتورو فيدال لعب فينا محمد، انت شايف ليفركوزن، يوفنتوس، بايرن، برشلونه، انتر ميلان. يعني انت بتتكلم في، بص يا كابتن هيثم، يعني ليفركوزن الدوري الالماني، يوفنتوس الدوري الايطالي، بايرن ميونخ قمه الدوري الالماني، برشلونه قمه الدوري الاسباني، انتر ميلان قمه الدوري الايطالي، بعد كده تروح لبرونو هنريك فولفسبورغ الالماني، طبعا من الانديه الكبيره والاقتصاديا كمان على الانديه الكبيره جدا في المانيا. باربوسا بيلعب في انتر ميلان او لعب في انتر ميلان، بيدرو ده حاليا راس الحربة الاساسي اللي حط الهدف اللي احنا شفناه في الهلال، بيلعب في فورنتينا. يعني اسامي لعيبه عندها خبرات، ما ده اللي قلناه في بدايه الحلقه، ان هم الحقيقه عندهم خبرات، مش بس ان هم عندهم المهاره البرازيليه المعروفه، لا ده هم لعبوا في اكبر الانديه الاوروبيه. يعني انت كانك بتلاعب فريق زي ريال مدريد تاني. طب هتقول لي طب ما الهلال كسب يا كابتن، انت بتقول الكلام ده ليه؟ لا، احنا مكسب الهلال دي كل مباراه وليها ظروفها، ولكن انت لازم تحترم الخصم، لازم تحترم الفرقه اللي هتلاعبها. مش معنى الهلال كسب، طب ما احنا السنه اللي فاتت فزنا على الهلال 4-0، هل معنى كده ان هو بالتالي انت؟ لا، كل مباراه وليها ظروفها.